السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده من أفضل المواقع اللي تقدر تحمل منها مواقع مجانية. أولا في ميزة حلوة إن هو بيعمل كشف على البرامج كلها بحيث يتأكد إن هي مفيهاش فيروسات. بعدين في مواقع كتيرة بتلاقي روابط كتيرة ممكن تلاقي فيروسات في الطريق. ثاني حاجة إن أنت تقدر ترتبهم، تقول له والله أنا بدور على برامج خاصة بالويندوز أو بأبل ماكنتوش أو بالأندرويد أو لينكس أو حاجة خاصة بالويب براوزر، أنا مش عايز أحمل برامج كتيرة على الكمبيوتر بتاعي. ثاني حاجة ان انت ممكن تقول له انا عايز افضل برامج مثلا خاصة بال كتابة ملفات مثلا وورد حاجات زي كده، هو بيديك لكل حاجة البدائل بتاعتها. ممكن تقول له انا عايز البرامج اللي هي الفري بس، انا عايز الحاجات اللي هي اوبن سورس، بتلاقي ويندوز درايفر جيمز ماكنتوش اندرويد، فتقدر ان انت تفلتر ايه الحاجة اللي انت عايزها تمام، بحيث ان هو يجيب لك الحاجة المناسبة ليك. هو بيجيب لك كل البرامج ويبدأ يجيب لك التقييم بتاعها، وانت تبدأ تشوف ايه افضل البرامج اللي انت ممكن تحملها من عنده مجانا. فبكل بساطة ممكن تقول له براوس اول ويندوز داونلود، فيبدأ يجيب لك الحاجات كلها اللي الناس بتحملها، وتقول له انا عايزك تفلترها لي، انا عايز الحاجات الفري بس، فيبدأ يجيب لك الحاجات الفري، بحيث ان انت اي برنامج فيهم يعجبك تقدر ان انت تدوس عليه ويتحمله على طول. داونلود ناو وتقدر تحمل زي ما انت عايز.